فلما كان عندي الكلاسيكال كنترول كل ما يجي نقول كنا نيجي نحط مثلا شرط الاوفر شوت مش هيك اللي هو ام بي بيرسنت شو كنا نحوله لزيتا وزيتا كنا نحولها لبيتا بيتا اللي هي الزاويه مش هيك شو كنا بعدين نعمل من هون نرسم خط خط الزاويه تبعته هاي بيتا كل النقاط اللي على هذا الخط بتحقق شرط ايش شرط الاوفر شوت اوكي وطبعا ما في حاجه اريد ارسم هذا ما المفهوم انه بس البول طلع عن هون شو طلع معاه واحد تاني فراح يكون سيمتريكال حوالين الريل اكسس مش هيك فاكيد اذا في بول هون في بول تاني هون في خط تاني بيشبه هذا الخط هي حققنا هي طلعنا شرط مش هيك الشرط التاني طبعا هذا بلين فهم شرطين راح اقدر احققهم شو الشرط التاني بتحبه يكون مثلا سيتلينج تايم فرضا لو كان سيتلينج تايم مثلا زيتا اوميجا ان مش هاي زيتا اوميجا ان هون زيتا اوميجا ان قلنا سيتلينج تايم بدنا حطينا مثلا اربع اضعاف التايم كونستنت اه السيتلينج تايم تي سيتلينج شو كنتوا تعملوا أربعة ولا خمسة ولا ثلاثة أربع مرات كنتوا تعملوا أربع مرات واحد على زيتا أوميجا إن هو إيش بيشبه التايم كونستنت للفيرست أوردر سيستم آه واحد على زيتا أوميجا إن فلما ضربته في أربعة أعطاني فور تايم كونستنت فإحنا اعتبرنا السيتلينج تايم فور تايم كونستنت هاي زيتا أوميجا إن نرفع خط من هون آه وبننزل خط طبعا في عندي واحد تاني راح يكون هون بس أنا بكتفي إني أفتش على هذا هي الدوميننت بول اللي بدنا اياه فاحنا هون عم نعمل نوع من البول بليسمنت ايش عمالي بقول بقول حتى احقق الشرطين اللي طلبهم مني اليوزر شرط الاوفر شوت وشرط السيتلينج تايم البول تبعي لازم يقع على هذا الخط ولازم يقع على هذا الخط والبول الثاني الكونجيجيت كومبلكس بيرد يقع على هذا الخط طبعا وهذا الخط اي نقطه بتقع على هذا الخط بتحقق الاوفر شوت اي نقطه بتقع على هذا الخط بتحقق الرايز تايم السيتلينج تايم وطبعا كمان بدك تتاكد انه اذا كان اقل بيكون الاوفر شوت اقل مش هيك احسن يعني واذا السيتلينج تايم كان اكبر من هون بيكون احسن ففي هي مش خط هي منطقه بس احنا ناخذ اقل واحد فيها فانا هون عمالي بقول انه هذا هو الديزايرد لوكيشن اوف ذا دوميننت كلوز لوب بولز ديزايرد يعني اللي بدنا اياه هلا ممكن يكون في بولز ثاني هلا السيستم ممكن يكون ثيرد اوردر فورث اوردر ويطلع معي بولز اثنين هون ما بيهموني كثير ليش لانه الدوميننس هم هذول الاثنين احنا هون رح نبطل نحكي في دوميننس رح نحط كل البولز وين بدي اياهم الثلاثه او الاربعه بس احنا بالكلاسيكال سيستم كنا نركز على هذول الاثنين فبدنا الان الروت لوكس تبعي يمر في النقطه هاي فبدي هذول يصيروا بولز للسيستم وكنا هناك شو نعمل كنا نحط ليد كومبنسيتر مثلا مش هيك احد الهاي او ممكن الكيت كفيني ممكن كيت كفيني ويمر السيستم من هون احط بروبورشنال فيدباك احنا هلا بدنا نعمل البولز بليسمنت بطريقه مختلفه ماشي اوكي الكل فاهم